السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء، ومكملين في السلسلة اللي بدأناها عن الأيمان، نحلف بإيه وما نحلفش بإيه. اتكلمنا عن الحلف بالله والكتاب اللي هو المصحف القرآن، والنهاردة حلفان ثالث مشهور، وعهد الله. إيه هو عهد الله وهل ينفع نحلف بيه ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب، نسأل الله الستر الجميل يا رب العالمين. قولي أمين. أهلا بك يا شيخ، نورتنا. يا رب ويكرمك ويسترك ويسعدك يا رب يا رب يا رب. طب ادعي لنا دعاء سريع كده يا شيخ احمد. يعني الستر والصحة أهم حاجة. ايه؟ الستر والصحة. طيب ماشي. 30 ثانية. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تسبل علينا نعمة الستر والعافية. اللهم أسبل علينا وعلى بيوتنا نعمة الستر والصحة والعافية. اللهم أسبل علينا يا مولانا نعمة الصحة والستر والعافية. اللهم استرنا فلا تفضحنا، اللهم استرنا يا ربنا فلا نفتح أبدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل، ونعوذ بك اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل. نسألك ربنا أن تبلغنا رمضان وأن تراض عنا. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله عظيم المنة أن يجعل مصر آمنة مطمئنة، والحمد لله ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم بارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم تقبل يا رب. الصلاة والسلام. طيب عايزين يا استاذة دعاء نقول يعني ايه الحلفان اللي الناس بتحلف بيه احيانا، وعهد الله يعني ايه؟ طيب الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، احنا ماشيين يا استاذة دعاء، طبعا اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا، اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. ماشيين بنتكلم في احكام اليمين، احنا بنحاول بقدر الامكان نطرق كل ابواب الفقه، نبدا نتكلم فيها، نبدا نعلم الناس هذه الاحكام. كتير من الناس بتبدا تحلف يقول لك وعهد الله يا اخي والامانه، ها ممكن يحفظ يقول بالعهد كده او بالامانه او ما الى ذلك، هو الكلام ده يمين ولا مش يمين؟ واحنا عندنا للاسف الشديد كتير من الناس ممكن يقول لك يا اخي والامانه يا اخي والامانه والعهد. لا في ناس بتقول يا استاذ العهد ماشي، بس لا هي الاكثر بالامانه ماشي، بس اكتر حاجه مشهوره اللي هي وعهد الله. لا بس في ناس بتحلف بالامانه، لما يحلف بالامانه هل الحلف بالامانه ده يؤدي الى الكفر؟ هل يؤدي الى الشرك؟ هل ينفع اللي انا اقول لواحد يا اخي انت كده لا يجوز شرعا اللي انت بتعمله، من حلف بغير الله فقد اشرك، وكان الناس فاهمه الحديث، او واحد يقول لك ايه يعني انت طول ما حلفت بشيء غير ربنا فانت خارج المله. ما هو ده بيتقال من بعض الشباب الغر للاسف الشديد. ما هم فهموا غلط ليه؟ ما هم فهموا غلط ليه؟ لان ما حدش فهمهم، عشان هم مسكوا كتاب او دخلوا على الانترنت وبداوا يفهموا الكلام ده، او قرأ الحديث من حلف بغير الله فقد اشرك، ففهم غير الله بقى اي حاجه بعد كده فهو قد اشرك، وفاهمين ان الشرك اللي هو الكفر والعياذ بالله. فدورنا اللي احنا نبدا نقول للناس، نعلم الناس، نقول للناس تعالوا نشوف كلام الفقهاء في المساله دي. طب انا لما بحلف بعهد الله بامانه الله يقول لك يا اخي وعهد الله لما حصل كذا كذا كذا، هل ده يمين ولا مش يمين؟ عند الجمهور ده يمين، واللي بيحنث فيه عليه الكفارة. الشافعية لهم وجهان في المسألة. المصحح عند الشافعية إن يقولوا لا، حسب نية الإنسان، هو يقصد بده اللي هو العهد اللي هو صفة من صفات الله رب العالمين ولا حاجة تانية؟ لو كان يقصد العهد اللي هو صفة من صفات الله رب العالمين فده يمين. طب لو يقصد حاجة تانية قال لك لا ده يبقى حرام عليه كده برضه، يعني ما ينفعش اللي هو يحلف بأي عهد ملهوش علاقة بصفة الله عز وجل، أو الأمانة اللي ما بيننا وبين الناس ده ما ينفعش. طيب تعالى نتكلم ونقول أنا دلوقتي لما أحلف وأقول وعهد الله، هو ده قال لك ده يمين. طب ولو حنث قال لك يكفر. طب هي الكفارة إيه؟ إحنا قلنا قبل كده اللي هو الإطعام أو الكسوة، إطعام عشر أو الكسوة،
أو كسوته خلاص إحنا بقى مش عارفين نعمل ده، يبقى فصيام ثلاثة أيام. طيب هنا لفتة يا أستاذة دعاء، يعني قالوا مثلا شوفي الله عز وجل يقول إيه، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، صح؟ وأشهدهم على أنفسهم ألاست، أخذ العهد عليهم أهو، ألاست بربكم؟ قالوا بلى. طيب هنا الجمهور بيقول إيه؟ بيقول خلي بالك ده يمين. وشوفي بقى اللفتة بتاع الفقهاء الحلوة دي، اللي هم مش عاوزين يدخلوا الناس في دائرة شرك وكفر وحرام، ده هم بيحاولوا يطلعوا لهم أي مخرج، لو في مخرج كده طلعوهم منه. شوف الفقهاء يقولوا يا أستاذة دعاء، يقولوا أنت عارف لو هي مش يمين تبقى إيه؟ قالوا تبقى إيه؟ لو هي مش يمين بالله، يعني مش صفة من صفات الله وأنت ما حملتهاش على المعنى ده، يبقى حملتها على إن هو حلف بمخلوق، ولو حلف بمخلوق يبقى حرام، هينطبق عليه الحديث اللي هو الأحاديث اللي واردة في النهي عن الحلف بالمخلوق، وإحنا مش عاوزين نخلي الناس ندمر نفسيتهم بالطريقة دي. أمال إيه؟ إحنا بنحمل كلمة العهد، لو أطلق كده ما قلتش وعهد الله، أنت قلت والعهد بس أو الأمانة بس، فتطلق على إيه؟ على إن دي صفة من صفات الله رب العالمين، فيجوز الحلف بها عشان ما تدخلش الناس إلى دائرة الإيه؟ إلى دائرة الحرمة. ده مين اللي قال كده؟ ده رأي الجمهور بيقول الكلام ده. يبقى شوف الفقهاء يا أستاذة دعاء، يبقى هم عاوزين يخلوا الناس ترتكب الحرام ولا بيطلعوا لهم مخرج؟ بيطلعوا لهم مخرج. وده كلام الفقهاء. عشان كده إحنا دايما لما نتكلم على كلام الفقهاء رحمة الله عليه نقول لهم يا أخوانا، لما نيجي مثلا الخلاف الدائر بين الأئمة الأربعة مثلا، نقول لهم لا، ده الخلاف بين الأئمة الأربعة ده نعمة لهذه الأمة، عمره ما كان نقمة أبدا لهذه الأمة. لأن أنا لو مش لاقي عند مالك ممكن ألاقي عند الإمام الشافعي، ألاقي عند الإمام أبي حنيفة، ألاقي عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكل ده من باب التيسير على المسلمين. لأن أنا في النهاية أنا بجتهد، يعني أنا ما عنديش نص صريح واضح بحاول اللي أنا أقول ده حرام ولا حلال، لا ده اجتهاد، وأدام اجتهاد فهنا المالك يجتهد، الشافعي يجتهد، أبو حنيفة يجتهد، أحمد بن حنبل يجتهد، وأنا كعمي من حقي إلا أنا أخذ بأي قول من أقوال الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن فالنهاية اللي يقولوا عهد الله أو الأمانة وهو يقصد ده اللي هي الصفة بتاع ربنا سبحانه وتعالى، فهذه يا جماعة يمين، يعني اللي بيحنس فيها يعمل إيه؟ يكفر عن يمينه. طيب إحنا معنا تليفونات. أم يارا أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا اتفضلي. الحمد لله. بص معلش، هو انا عايزه اسال بس حاجه عن الصلاه. هو انا الوقت لو فاتني الفجر حاضر، انا بعد ما بصلي الفجر المفروض ما بصح، يعني بعدين بصحى انا الساعه 9 ولا 10 بصلي اللي هو صلاه الصبح. أيوة. فهو في صلاه صبح غير صلاه الفجر ولا هم؟ لا احنا فاهمين غلط. هو يعني ايه، يعني ايه بصلي اصلي الفجر ماشي وبعدين لما اصحى؟ ماشي يا حبيبي، ماشي يا الشيخ احمد هيجاوب. في حاجه كمان، قولي السؤال التاني. الحنة الحجر ديت اللي بتتحط على الأظافر دي يعني حرام أثناء الصلاة؟ حنة الضوافر؟ اه ماشي يا حبيبتي. يعني أولا يا أخوانا الفجر هو الصبح، الفجر هو الصبح، صليتها في وقتها، فأنت صليت الفجر أو الصبح في وقته، يعني انت صليته اللي احنا بنسميه دلوقتي ده، احنا صلينا الفجر حاضر، حاضر أو الصبح حاضر، ها المعنى الاتنين واحد. طب انا والله نمت وبعدين صحيت الساعه 10 9 الصبح، هو الفجر هو الصبح، بس انت صليته ايه؟ قضاء. بس صليته قضاء. الحاجه الثانيه، هو ينفع احط حنه وانا بصلي؟ اه ما فيش مشكله فيها، ينفع احط اي ماده وانا بصلي؟ يعني انا دلوقتي داخل في الصلاه وانا حاطط ماده يا استاذه دعاء، هل ينفع وانا بصلي؟ ينفع، بس بشرط ان هو ما تكونش نجسه وما تكونش مضر. تمام. ام محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. قبل دعاء، ازاي حضرتك؟ اهلا. ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك، تحياتي لك وتحياتي للشيخ، ربنا يرضى عليك. امين يا حبيبتي، اتفضلي سؤال. الله يبارك لكم يا رب ويرضى عنكم يا رب. يا انا رب. ليا شهر وعشان اتواصل مع حضرتك، والله انتم من الناس الافاضل المحترمين، والله يا رب يرضى عليك يا رب. يا حبيبه رب. قلبي اتفضلي، اهلا وسهلا. الله يرضى عليك. انا طالبه من حضرتك اولا ومن فضيله الشيخ تتوسطوا لنا، يعني تكونوا وسطتنا عند ربنا، تدعوا لي بالدعاء لبنت اميره ان ربنا يشفي لها رجليها، لان دخت بها عند الدكاتره وهي دكتوره، يعني الف سلامه. الله يخليك، والله يخليك ويبارك لك يا بنتي يا رب، ويرضيك يا رب ويحفظك من كل شر يا رب. ربنا يشفيها يا حبيبه قلبي، وربنا يزيح عنها يا رب. امين. نسال الله عز وجل ان يجعل مرضها كفاره لذنوبها ورفعات في درجاتها. نسال الله عز وجل ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم امين. امين يا رب. امين. رب
ربنا يشفيها ويشفي كل مريض شفاء تاني يا رب. اللهم عافينا ربنا يشفي المرضى جميعا. امين يا رب. معنا تليفون منى. اهلا يا منى. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. معلش انا كان عندي سؤال. انا بحس على طول ان انا خايفه من عواقب ربنا في الدنيا مش في الاخره. انا مطمنه في الاخره بس مش مطمنه 100%. بس انا بحس ان هو ممكن يعاقبني في الدنيا لاي سبب. انت بتعملي حاجه غلط؟ لا. ماشي. يعني بتصلي وبتصومي طلعي صدقه زكاه بكل حاجه بتعمليها؟ الحمد لله. يعني مثلا بدعي بيحصل عكس الدعاء اللي انا عايزاه. الايه؟ بدعي بيحصل العكس باللي انا يمكن بدعي. يمكن بتدعي حاجه مش هتكون خير ليكي صح؟ طيب ودايما الوساوس الشيطان في المستقبل ان هو انت عندك وسواس ممكن في المستقبل اقعد احس ان ممكن حاجه وحشه تحصل لي. ماشي. انت ايه؟ عندك كام سنه؟ انا 25. طيب انت عندك وسواس عموما في حياتك في كذا حاجه، تخافي من كذا، تحسي تقعدي تفكري في الموضوع في المواضيع من المستقبل. بس بتخافي من المستقبل ممكن يبتليني بحاجه اقعد استعيذ بالله بس برضو بخاف. ماشي. انت عندك عموما في حياتك يعني وسواس مثلا، يعني بتخافي من حاجات معينه، بتقلقي كتير، اي موضوع ما يعديش كده ببساطه تقعدي تفكري في ابعاده. أيوة. ممكن يحصل ايه؟ مش أيوة. عارف ايه. طب انا لو عملت الخطوه دي ما هو ممكن يحصل لي كذا كده. ايوه. ماشي. انت اصلا يعني شخصيتك فيها شويه قلق ووسواس. بس دايما بحس ان ربنا ممكن يبتليني في حاجات معينه. هي عندها خوف اللي هو المرض. دي حاجه نفسيه على فكره يا منى، خدي بالك ما تركزيش في الحاجات دي قوي عشان ما تزيدش. يعني هي شوفي يا اختي الكريمه هو في النهايه يعني الله عز وجل كريم، الله لطيف بعباده، ما ينفعش ان انا دائما اظن في الله عز وجل شرا او سوءا، بل بالعكس العبد اذا ما فعل خيرا لابد ان يظن في الله الخير دائما، يحسن الظن في الله رب العالمين. ما ينفعش اللي انا اقول والله انا حاسس انه في المستقبل ربنا ممكن يبتلين، ما اقولش كده، لكن ان شاء الله في المستقبل ربنا هيفرجها عني. ربنا هيفتح الابواب، ربنا هيرزقني الخير، ربنا. فاحسن الظن دائما في الله عز وجل. طول ما انت وصلت في المرحله دي حاولي تشوفي طبيب بقى نفسي شاطر او دكتوره متخصصه شاطره في المساله دي وتعالجي من المساله، لان خلاص هي دخلت في مرحله مرضيه يعني. ربنا يشفينا جميعا ويهدينا ويراضينا. شيخ احمد احنا هنطلع فاصل ولسه مكملين حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وكالعادة احنا هنبدأ حلقتنا بأول تقرير خير ونرجع نتكلم.
مننا وايه اللي هي هتتكرم علينا بيه ان احنا نكون معانا فيه. ازيك استموشي؟ اهلا وسهلا. عايزين نتعرف عليكي وقولي لنا الحاله عامله ايه والقصه ايه والاولاد وحياتك فيها ايه؟ حياتي زي ما انتوا شايفين، عايزه ان الحته دي تتبني، ويعني ويعني فلوس مثلا مرتب حلو ان يجي لاولادي ونصرف عليهم كده بس. قوليلي بس الاول كده استمو هشام، يعني انت زوجك فين؟ ولادك عندهم كم سنه؟ الارض اللي احنا فيها دي بتاعتك ولا بتاعت مين؟ احكي لنا القصه وقولي لكل الساده المشاهدين ايه الموضوع. معايا الواد دي ده اسمه هشام، بنتي اسمها سمر، وجوزي متوفي بقاله سنه ونص. بس وحده الارض دي جمعيه جابتها لي مساعده. طيب الارض دي جات لك مساعده من اهل الخير، ربنا يبارك في الجميع يا رب. بس الولاد دول بعد وفاه ابوهم انت عايشه فين ودخلك ايه؟ عايشه مع امي، سبت اهل جوزي وقاعده مع امي. دخلك ايه اللي بتصرفيه؟ ولا حاجه، بصرف مع امي من امي، يعني اي حد مثلا بيحن بي بصرف عليهم بس. لكن مفيش ما بيننا لعمل الخير مع هذه الأسرة مع مؤسسة فذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا على طاعته وأن شفنا طبعا التقرير. وعايزة أقول أن أرقام تليفون مؤسسة فذكر هي الأرقام اللي موجودة على الشاشة دي، مش أرقام تليفون البرنامج، دي أرقام تليفون مؤسسة فذكر علشان اللي حابب أنه هو يتواصل معاهم في أي نشاط من الأنشطة المختلفة للمؤسسة أو في حالة من الحالات اللي احنا بنشوفها مع بعض على الشاشة. تعليقك يا شيخ أحمد على التقرير. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمام اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. هو يعني خليني أقول يا أستاذة دعاء، كل الحالات اللي هي بتذاع لا يستطيع الإنسان إن هو يحاول إن هو يعني يقوم ب خلينا نقول إن هو يعين كل الحالات، فاهمة؟ يعني أنا مثلا بيبقى عندي 10 حالات 20 حالة بتاع، أنا ما أقدرش لوحدي، أنا كإنسان ممكن ما أقدرش أقوم بتكلفة الحالات دي كلها يعني. فيبقى الأمر إيه يا أستاذة دعاء؟ إن حالة زي دي أنا يعني استشفيت حاجة، إن هو حتى فرضا بعد السقف ما يعملوا لها السقف لأختي الكريمة دي، يبقى الأمر اللي هو السؤال، هي عاوزة دخل، هتصرف منين على عيالها؟ احنا ممكن نفكر خارج الصندوق، يعني احنا بنقول للناس تعالوا نفكر خارج الصندوق شويه. بمعنى ايه؟ حتى وانا بعمل الصدقه تعالوا نعمل نفكر خارج الصندوق. ممكن واحد يجي يقول لي وافكر خارج الصندوق ازاي؟ هقول في حاله زي الاخت الكريمه دي، احنا عملنا لها السقف، طب هتعيش ازاي؟ يعني بعد ما نعمل لها ان شاء الله السقف، بعد ما مؤسسه فذكر ان شاء الله تقوم بهذا الجهد ان شاء الله وتعمل لها السقف، واسال الله عز وجل ان يبارك في القائمين
والمتبرعين والمتصدقين، اللهم امين. هتعيش ازاي؟ عاوزين نفكر في السؤال ده. والله احنا عندنا بقى، شوف الشرع الحنيف، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا اعطيتم فاغنوا، والفقهاء لما يتكلموا في زكاه الاموال بيقول لك لما تدي زكاه المال ادي للفقير حتى تغنيه، مش تدي له 100 و200 وشكرا. يعني ايه حتى اغنيه؟ قالوا والله تعطيه، ما هو لو بتديها كل شهر 100 جنيه هتفضل مد ايدها كده طول العمر. انا عاوز الايد دي بدل ما تتمد كده، لا تتمد بالعطاء، بدل ما تتمد تكون اخذه، لا هي اللي تعطي. طب نعمل ايه؟ الائمه رحمه الله قعدوا يفكروا، وفقهائنا دول عظام كبار رضي الله عنهم، مش ناس كده قاعدين على مصاطب، لا ده بيفكروا، يفكروا في حال هذه الامه، وبعندهم ما يسمى بالفقه الافتراضي. فيقول لك اغنيه يعني ايه؟ قال لك اغنيه العمر كله. قالوا انا اديله قد ايه يعني؟ يعني ايه اديله قد ايه الراجل ده؟ قالوا اغنيه عن ذل السؤال، المساله نفسها فيها ذل. طب نعمل ايه؟ قال له افتح له مشروع. يعني ايه افتح له مشروع؟ هات له اي حاجه تدر عليه دخل كل يوم، بدل ما يجي لك كل شهر ويقول لك انا عاوز فلوس، لا انت بتعمل له مشروع. طب نعمل له ايه؟ ممكن كشك صغير كده نمليها يا استاذه دعاء باي شيء، يبقى ايه اغنينا الست دي ان هي يقدر يبقى فيه دخل يومي جاي لها، ومش هتمد ايدها، بل بالعكس ده هي ممكن تمد ايدها بالعطاء بدل ما هي تطلب المال بعد ذلك. واخد بال حضرتك؟ طيب احنا معانا تليفون مستنينا، الحاج محمد، اهلا وسهلا، اتفضل. المكالمه ليها علاقه بفقره الخير يعني، اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. والله البرنامج بتاعكم يشرف وحاجه جميله جدا والله. ربنا يكرمك. ربنا يجعلك ميزان حسناتكم ان شاء الله. امين يا رب، امين. يا حاجه جميله قوي قوي والله. الله يكرمك، اتفضل يا حاج محمد، ربنا يحفظك. احنا كل يوم بنتابع البرنامج والحقيقه مبسوطين والله والله قوي قوي. الله يحفظك يا رب ويبارك في عمرك يا رب. ربنا يبارك في دعواتك يا عم الشيخ، دعواتك. اسال الله عز وجل ان يبارك في عمرك، وان يسبل عليك نعمه الصحه والعافيه والستر، وان يسترك بستره الجميل. الله يرضى عليك يا رب. اتفضل يا حاج محمد، معاك. طيب بس ليه دي انت عاوز اتكلمك كلمتين؟ اتفضل يا فندم تحت امرك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا يا حبيبه قلبي. احنا الو، هو بس يا حاجه ممكن نوطي التلفزيون؟ احنا بنحبكم في الله والله. الله يحبك يا رب، ربنا يكرمك، عمرك يا رب. قولي لي بقى، انتوا اتواصلتوا معانا في فقره الخير، في فقره مؤسسه فذكر ليه؟ قولي لي. ايوه احنا تواصلنا معاكم والله، عايزين نعمل عمل خير وعايزين نعمل صدقه جريئه. ربنا يكرمكم يا رب، احلى حاجه والله، احلى حاجه في الدنيا الصدقه. اه الحمد لله. ادعينا يا استاذه دعاء كده ان ربنا يوفقنا ويصلح لنا الحال يا رب. يا حبيبتي بصي، انت ان شاء الله ببركه الصدقه ربنا بيفتح. يعني انا مبسوطه من كلامك، ان انت شوفي بتقولي ادعوا لنا ان ربنا يصلح الحال ويفرج علينا، وفي نفس الوقت عايزين تعملوا صدقه وصدقه جاريه، فهو ده الحل. يعني انتوا مشيتوا في الطريق الصح، اللي عايز الرزق هو اللي يعمل الصدقه. الحمد لله. ربنا يعني يكرمك. حضرتك شايفه يا استاذه دعاء ان الحالات دي تستاهل التبرع؟ الحالات اللي بتشوفيها، انا دايما بقول ايه، ان الحالات دي مؤسسه فذكر بتنزل تعمل مجهود كبير جدا قبل ما نصور، علشان تشوف دراسه حاله للحالات دي وتجيب لنا الحالات المستحقه، ويقعدوا يبحثوا ويشوفوا كمان الحالات اللي اكتر استحقاق، يعني المستحقه اكتر، هي دي اللي بتتصور وتتذاع في البرنامج. وزي ما بتشوفي معانا والمشاهدين بيشوفوا، يعني الحالات مش محتاجه ان احنا نوصفها، بتشوفي حياتهم عامله ازاي، مش عايشين تقريبا يعني زي ما شفت. صحيح والله يا استاذه دعاء، بس يعني في ناس يقولوا لنا ان الحاجات اللي بتيجي في التلفزيون دي ما بتبقاش حقيقي. يعني ازاي مش حقيقي؟ يعني هم مثلا هيشيلوا سقف البيت، ولا هيشيلوا وصله الميه؟ هم بيصوروا حالهم زي ما انت شايفه كده. هطلب منك حاجه يا حاجه، هطلب من حضرتك طلب. ايوه اتفضل يا استاذه. الله يكرمك يا فندم، الله يحفظك يا رب ويبارك في عمرك. وانت بتتبرعي وتتصدقي لمؤسسه فذكر، قولي لهم كده انا الحاله دي بتبرع للحاله الفلانيه، وانا محتاجه ان انا انزل واشوف بعيني اللي انتوا عملتوه من انجاز، عشان انت كمان تطمني وتبقي مستريحه، وانت حاطه المال ده
في المورد الطبيعي بتاعه، واخد بال حضرتك؟ قولي لهم كده ومؤسسة فذكر اعتقد هم سمعنا الحاجة هي محتاجة ان هي قلبها يطيب، يعني يطمئن قلبها، فهي تعمل ايه وهي بتتبرع؟ مؤسسة فذكر تقول لهم يا جماعة وتقولوا للحاجة بعد اذنك يا حاجة ممكن تيجي معانا تشوفي الحالات، تشوفي على الطبيعة الناس عايشة ازاي وتطمن. وهي بتحط الفلوس، بتحط الفلوس في المورد الطبيعي الحقيقي اللي هي تقول ايه، لذلك هي عندها عندها صدق. يعني الست ربنا يبارك في عمرها يا رب وفي الحج، لكن في برضو اللي هو حتى يطمئن قلبي، فاحنا محتاجين برضو مؤسسة فذكر تطمن الناس وتطمني ان شاء الله. مؤسسة فذكر يعني نحسب ان شاء الله القائمين عليها هم اهل صدق واهل خير، واسال الله عز وجل ان يحفظ الجميع يا رب. امين يا رب. ارقام التليفون الموجوده على الشاشه دي ارقام تليفون مؤسسه فذكر، علشان لو اي حد حابب ان هو يتواصل معاهم، مش ارقام تليفون البرنامج. وتعالوا نشوف تقرير خير كمان ومؤسسه فذكر، وهنرجع لكم على العالي. نفسي اعمل العمليه عشان اشوف كويس. نفسي اعمل العمليه عشان اشوف كويس. أجمل حاجة في الدنيا إنك تعيش بنية طيبة وقلب أبيض بيتمنى الخير للناس كلها، تدي بحب وتساعد باللي تقدر عليه، ولو بكلمة طيبة ولو بضحكة ترسمها على وشوش الناس. إحنا بنحاول نعمل ده وحضراتكم شركائنا في الخير. مشوار خير جديد بنبدأه مع مؤسسة فذكر، توكلنا على الله. إحنا موجودين النهاردة مع ندى البنوتة الجميلة دي ومع والدتها، نسألهم كده ونشوف يعني هم محتاجين إيه. ازيك يا ندى؟ الله يسلمك يا أستاذ. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله والله. صحتك عاملة إيه؟ الحمد لله والله. إيه؟ مالها ندى؟ إحنا عايزين نعمل لها عملية، عاملين لها واحدة وعايزين إن شاء الله ربنا يسهل الحال ونعمل لها التانية. هي عايزة عملية قرنية صح؟ قرنية أيوه. هي عاملة هي إيه مشكلتها؟ اتولدت كده هي يعني؟ أيوه اتولدت كده، بس ربنا كرمنا يعني الدكاترة قال في أمل يعني ولها عملية. وربنا كرمنا برضو بولاد الحلال اللي زيكم برضو كده، عملوا لها برضو عين، وانتوا بقى ربنا يسهل. في ناس ساعدوا وندى أيوة. عملت عين ودلوقتي أيوة. بتشوف بعين. ايوه الحمد لله، يعني بتشوفي جمتر قدامها. ما شاء الله. بس بقول الحمد لله احسن من ما فيش خالص. الحمد لله. وانتوا ظروفكم المعيشية عاملة ايه يا منى؟ تمام مستورة الحمد لله؟ لا الحمد لله مستورة الحمد لله. يعني كل اللي احنا محتاجينه، واحنا مش عايزين حاجة من الدنيا الا بس دي تعمل عمليتها. الحمد لله يا رب. ربنا يقدرك يا رب ان شاء الله. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ حلوه الحمد لله. حلوه جميله، ده انت حلوه وجميله كمان. اخبارك ايه؟ بتروحي المدرسه؟ انا سمعت أيوة. ان انت لسه جايه من المدرسه. ايوه. اخبارك ايه في المدرسه؟ شاطره ولا ايه ولا نص نص؟ لا شاطره. شاطره؟ أيوة. ده ماما بتقول ان انت اشطر واحده في المدرسه ما شاء الله. اكتر أيوة. ماده بتحبيها ايه يا ندى؟ كله بتحبيه؟ ايوه. شاطره ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ندى. شفنا ندى البنوتة الجميلة، ربنا يبارك فيها ويحفظها ويخليها لأهلها. محتاجة بس زراعة القرنية، هي عملية طبعا يعني صعبة شوية، لكن هي عملت عملية والحمد لله نجحت، وفاضل عين، محتاجة برضو زراعة القرنية. كل أمل إن احنا إن شاء الله نقدر نساعدها، كل واحد باللي يقدر عليه. هي العملية ممكن تكون غالية شوية، 40 أو 50 ألف تقريبا على حد علمي، لكن ممكن حد من أطباء مصر المسارعين في الخير يقول خلاص أنا هتبنى يعني الحالة ندى وهرجع لها نور عينيها من تاني. ربنا يبارك فيها ويحفظها ويقر عين أهلها بيها ويفرحهم بيها، وكلنا إن شاء الله نساعد في ده علشان يعني يكون في ميزان حسناتنا كلنا. تعليق أخير يا شيخ أحمد. أنا تعليق الأخير أني أنا أرجو من الله تبارك وتعالى أني البنوتة الجميلة دي حد من أهل الخير بقى يشوف التقرير ده، يحاول بقدر الإمكان يقول أنا متكفل بهذه العملية، لأن أنا حقيقة حزين أن احنا ده مرة مش عارف كام اللي احنا بنذيع فيها التقرير عشان نعمل في عين واحدة، يعني يتعمل للبنت دي في عين واحدة. أنا عايز أقول لكل واحد بيسمعنا دلوقتي وشاهدنا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ده اللي قال كده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي قال كده. لما تساعد بنت في حاجة زي كده مريضة إن هي ترجع لها نور عينيها، تشوف مرة تانية الحياة لسه قدامها،
تبدع وتنتج في هذا الكون، كل ده هيبقى في ميزان حسناتك أنت أيها المتبرع وأيها المتصدق. ويكفي أن الله عز وجل قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عايزة أأكد عليكم مرة تانية مشاهدين أن أرقام تليفون مؤسسة فذكر هي اللي موجودة على الشاشة، عشان لو عايزين نتواصل معاهم في أي نشاط من الأنشطة الخيرية اللي بيعملوها، في أي صدقة جارية، أو لمساعدة حالة بعينها من الحالات اللي بنزحها في تقارير البرنامج بتاعنا. وبشكرك يا شيخ أحمد، الله يحفظك. وهسيبكم دلوقتي مع آخر تقرير مع عايز اعرف منك يا عم ابراهيم، لما مؤسسه فذكر جت وشافت البيت قبل كده، ايه الجديد اللي حصل وايه اللي العمل اللي عملته المؤسسه معاكم؟ المؤسسه جابت لنا شيت الخشب وظبطوا لنا من فوق والحمد لله. طيب دلوقتي الاسره محتاجه ايه؟ يعني احنا عملنا السقف والحمد لله ربنا اكرم، عايزين شات ميه وشات نمح. اسالك يا محمد بقى، يعني انتوا في الوضع اللي انتوا فيه ده البيت محتاج ايه، وانتوا بتطلبوا ايه من مؤسسه فذكر، وبتطلبوا ايه من فاعل الخير اللي بيتعاونوا مع مؤسسه فذكر؟ احنا محتاج بس وصله ميه يعني، ونمحر البيت مثلا عشان الحشرات مثلا بتعمل الحاجات دي اللي بتطلع يعني من الارض يعني. تعالوا نتعاون ونتكاتف ونساعد أسرة عم إبراهيم إن إحنا بس نوصل وصلة مية، إن إحنا نساعد في تهيئة البيت، إن إحنا نساعد في توصيل الكهرباء، إن إحنا نعمل ولو دخل ولو بسيط جدا علشان نساعد الأسرة في الأدوية والعلاج، نساعد الأسرة دي علشان العمل ده يكون في موازين حسناتنا جميعا مع مؤسسة فذكر.